تعبتي وزهقتي من الغسيل؟ مجفف ال جي هو الحل. مش مصدقة؟ شوفي عملائنا قالوا ايه عنه. انا اسمي مها فرج، براند مانجر في فينتك كومباني. اسمي منى عباس، التايتل بتاعي سينيور يوزر اكسبيرينس ديزاينر. انا اسمي رانيا وموظفه في بنك. امير هاشم، سبلاي تشين فاينانس مانجر. احنا اتنين في البيت، انا وجوزي. احنا اخترنا نجيب دراير عشان it's going to make our life easier، يعني لو عايزين نحط هدوم في الغسالة وبعدين directly نحطها في الدراير فنلبسها على طول، فقلنا نجيب دراير. قررت اشتري LG لان هي يعني انا بسمع كتير في الماركت يعني ان هي كبراند كويسة وكواليتي، ف يعني وبالذات كمان في الدراير. سمعت كذا حد عنده الدراير LG وما بيشتكيش منها، بالعكس يعني بيركومند ان انا جبتها. فجبتها. البرايس از جود، اتس ريزونبل كومبيرد لل، انا متجوزه بقالي سنتين فكومبيرد للماركت برايسز باك ذن ات واز لايك اتس جود اتس ذا سيم. انا عامه بحكم شغلي اكتر بحب فكره ان انا اشوف البيرسونال اكسبيرينس بتاعت الناس جوه بيوتها، جوه بتاع الورد اوف ماوث. بالنسبه لي دي سترونجر في الريسيرش بتاعي عن ان انا ابص على بس شويه ويب سايتس، فدول كانوا اصلا كافيين ان انا اجو فور ال جي من غير ما احتاج فيرذر ريسيرش. يعني وجود الدراير ده احلى حاجه في يومي اصلا. وجود الدراير ده مش عارفه ممكن اعمل ايه من غيره. يعني بيخليني ان انا طول الوقت ابقى بعرف اغسل كذا غسله في اليوم، بعرف انجز كل الباكلوج بتاعي في اللندري، ممكن في يوم واحد اخلص كذا غسله مع بعض. ما بيخلينيش انا عندي مشاكل في ظهري، ففكره ان انا اقعد انشر ده لا، مساعدني جدا في الحته دي، فحتى هيلث وايز مساعدني. فلا يعني انا بحس ان هو الصراحه بيخلي ان الفلو بتاع اليوم بتاع اي ست مش قاعده في البيت كتير بيساعدها. لا سهل يعني، من اول مره ابتديت ان انا يعني زي اي اتعاملت معاه كانه موبايل اب، بشوف الفانكشنز اللي فيه، بشوف الفيتشرز وخلاص. بعد كده بقيت انا ممكن انا لوحدي اقدر اشتغل عليه. لا خالص، انا كنت بسمع انه ما جيبش دراير عشان بتهلك الهدوم وبعد شويه بتلاقي الدنيا باظت واللبس بيترمي، ده كان زمان يعني لما سمعت الكلام ده. بس فعلا لما اشتريتها لقيت الموضوع لا مختلف خالص، الموضوع ما فيهوش اي، مالوش اي علاقه بان الهدوم بتبوظ، بالعكس انا ساعات بستخدمه مرتين في اليوم والحاجه بتطلع ناشفه والهدوم بالعكس مش بتمط ولا بتكش ولا الكلام ده، لا بالعكس كويسه جدا. بغسل عامه، بغسل يومين في الاسبوع اللي بيبقى فيهم الميل، بس كل يوم منهم بغسل 3 مرات، واكوردنجلي برضه الدراير بيشتغل 3 مرات. انا افضل اشتري الغساله لوحدها والدراير لوحده، ما يبقوش الاثنين مع بعض، لسببين. اول سبب انه لو عايزه اشغل ده واشغل ده في نفس الوقت فيعني هيبقى اسهل لي. تاني سبب عشان if anything happened للغساله او الدراير ما يبقوش الاثنين واقفين in the same time. كنت مكرره ولا هو طبعا اللي كان بيوضب البيت قلت له هنحطها هنا، وقد كان يعني هو ظبط لي المكان، وبصراحه هي كويسه جدا، مش هيوج قوي، لا واخده مكانها تمام، مفيش مشكله، مش مضايقاني. لا خالص بالعكس يعني خالص، لا التيم جه واشتغل ووراني بيشتغل ازاي، ولو حصل اي مشكله ترابل شوتنج هعمله ازاي والكلام ده كله اشتغل. يعني ثانك يو اب من ناحيه الدراير، ببص على الكونسومشن بتاعه الدراير، الكونسومشن بتاع الالكتريسيتي، واشوف if I consumed a lot during الوقت ده. هو من كتر ما انتوا حلوين ما استحتجتهاش صراحه، يعني لا ما استخدمتهاش لغايه دلوقتي، مش عايز استخدمها، يا ريت ما استخدمهاش. For me لا هو مش عالي compared to other appliances، فهو it's reasonable. لحد دلوقتي لا، يعني لحد اللحظه احنا فيها دي لا خالص، بالعكس انا شايفه كل مميزات. هنصحه انه it's an essential product عشان هو في الفاست paced لايف اللي احنا فيها دلوقتي، عايزين كل حاجه بسرعه قوي، عندنا كذا حاجه نعملها throughout our day، فانه نغسل غسيل في الغساله ناخده نحطه في الدراير and it's done، I think it's very essential. يعني هيساعد يعني اي ست بيت قوي قوي. لا طبعا جو اهيد، بالذات لو واحده بتشتغل بجد، يعني هي بتنجز بطريقه غير طبيعيه. وتاني تقريبا حاجه احترمها بعد الديش ووشر.
يعني لان هي بتشتغل وتخشي تنامي بتصحي تلاقي كل حاجه جاهزه كل حاجه تمام فما فيش اي مشاكل. طبعا يشتري طبعا طبعا يشتري يعني يشتري ويشتري ال جي بصراحه والله بجد يعني عشان فعلا فعلا كل جنيه بحس ان انا باخد بيه كواليتي وباخد بيه سيرفيس وباخد بيه فيتشرز وباخد بيه كل حاجه. يعني اصلا فيتشر اللي هو انت بتغسلي تاولز ولا كوتنز ولا ده بالنسبه لي احلى حاجه في الدنيا. بحس انا بتكلم مع بني ادم زيي انت حابه ايه وهنعمله لك وكده فبالنسبه لي دي احلى حاجه بصراحه.